عيون توجهت يوم الجمعة على الزفاف الملكي في بريطانيا، ولحد اليوم الناس قاعدة تتكلم عن تفاصيل حفل زفاف الأميرة أوجيني من رجل الأعمال جاك بروكسبانك. كان الطقس مو بس ببيروت عاصف بهديك الليلة، لكن كان ببريطانيا كمان، وكان الهواء كتير قوي. كنا عم نشوف كل المعازيم مسكين الطواقي وفساتينهم حتى ما يطيروا، حتى الرجال كمان شفناهم عم يركضوا وراء الهاتس تبع زوجاتهم، وكله كان لايف، يعني الناس كلها كانت عم بتشوف اللي عم بيصير. عن جد كان الموضوع كتير فاني. من جد بتعرف الجو ما أثر إنه يكون العرس بعده عند الرويال غلامر اللي معتادين نشوفه بالرويال ويدينغز، واللي حضر فيه عدد كبير من النجوم والمشاهير، وكانوا أكثر من معازيم زفاف الأمير هاري وميغان ماركل. ومن أبرز النجوم اللي حضروا الرويال ويدينغ كانت ديمي مور، اللي يعتبر هالظهور الأول لها من بعد غياب طويل، وظهرت بفستان بيرغندي من ستيلا ماكارتني، وكملت اللوك بأكسسوريز من نفس اللون. وفرحتها بهالإطلالة كان باين بفيديو على إنستغرام اللي انضمت له مؤخراً. I just have to say thank you so much. I felt so beautiful, so comfortable. I felt like a princess. وستيلا ماكارتني كانت اختيار ليف تايلر كمان، اللي كانت كثير كلاسيك بهالنيفي أوتفيت المؤلف من تنورة طويلة وبليزر. وخطفت نايومي كامبل الأنظار بأنصامبل أسود وفضي من رالف روسو مع ماتشين كروبت كيب، وزينت الإطلالة بهات مميزة بالورود. أما كاردي ليفين فكسرت القاعدة وطلت بتوكسيدو سودا من إمبوريو أرماني وشانيل هات. كيت موس تألقت بأوتفيت بوكي دوت ورافقتها بنتها ليلا غريس يلي لبست سيمبل بينك دريس. ومن النجوم شفنا ألي جولدينغ وجيمس بلانت مع زوجته سوفيا ويلزلي، أما روبي ويليامز فحضر مع خطيبته، بالإضافة لريكي مارتن اللي نشر صورة العروسين على إنستغرام وكتب Thank you for making us part of such a special day. وأكيد كل أفراد الرويال فاميلي شاركوا بهالفرحة، وعلى رأسهم الملكة إليزابيث، واسترجعوا الدتشيسز كيت وميغان ذكريات عرسهم وطلوا بلوكات مختلفة، فاختارت ميغان ماركل هالنيفي كوت من دار جافنشي، والبعض قال إنها تعمدت تختار كوت واسع لتخبي حملها. أما كيت فالكل تكلم عن رشاقتها من بعد أشهر على الولادة بهالفستان الفوشيا من دار ألكساندر ماكوين. والأنظار كلها كانت على العروس يلي طلت بفستان من تصميم بيتر بيلوتو، وتجنبت وضع الطرحة حتى تبين أثر العملية اللي عملتها سابقاً، وزينت إطلالتها بتاج مبهر مرصع بالألماس والزمرد من تصميم بوشغان يلي استعارته من الملكة إليزابيث. وكان ملفت ديزاين التطريز على الفستان واللي تضمن بعض الرموز اللي بتحبها الأميرة يوجيني، مثل الشوك اسكتلندي والنبتة الخضراء الشهيرة في إيرلندا، وهي الشامروك واللبلاب اللي بتمثل بيت الزوجين. ومن بعد المراسم قام العروسين بالجولة التقليدية بوحدة من العربات الملكية، وحيوا كل الناس اللي حضرت. ورجعوا نيولي ويدز غادر ويندزور كاسل بسيارة أوستن مارتن يلي ظهرت بفيلم جيمس بوند سبكتر بعام 2015.